أهلا بكم من جديد. وعن العلاقة بين لندن وموسكو، شخصية روسية أخرى نددت بالدور البريطاني في أوكرانيا، العقيد المتقاعد إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطنية الروسية، يرى أن بريطانيا وإن لم تكن تلك المال والقوة إلى أنها رأس الشر في أوكرانيا. لماذا أصبحت بريطانيا العدو الأول لروسيا دون باقي دول الغرب الأخرى؟ وكم هي جادة هذه التهديدات التي تتعرض لها؟ وما هو الدور الذي قامت به حتى أصبحت موضوعاً لتصور فاق حدود الخيال؟ وصف بريطانيا من قبل الروس بأنها مملكة الشر ومنها تدار الأزمات ليس الأول من نوعه، فقد أطلقت دول قبل ذلك هذا الوصف أيضاً. وصف هناك من يدعم في روسيا، وهناك من يقدم حججاً وبراهين له، وإن الحرب في أوكرانيا كشفت أيضاً حقيقة العلاقات بينهما. هذه المملكة موجودة بالفعل، ولكن في مخيلة الروس، ويقولون إن المملكة المتحدة هي الآن الشر الرئيسي داخل الغرب، وهي التي تدير الحرب في أوكرانيا، وإن العقل الإنجلوساكسوني هو الذي يدعم مجموعات التخريب والإرهاب أيضاً الأوكرانية. كوروتشينكو دعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، وطالب بطرد السفيرة البريطانية في موسكو وسحب السفير الروسي من لندن. هذا السفير نفسه اتهم في وقت سابق بريطانيا بأنها متورطة بعمق في الحرب الروسية الأوكرانية، بل وأنها تزيد الوضع خطورة. لم يكن ذلك هو أسوأ الانطباعات في موسكو عن الدور الذي تلعبه لندن في الحرب مع أوكرانيا. الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف الذي يشار إليه بلقب داعية بوتين كان من بين أول الذين لوحوا بإمكانية تدمير بريطانيا بضربة صاروخية نووية واحدة. بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب قال سولوفيوف إن صاروخاً روسياً واحداً يكفي لنهاية بريطانيا العظمى، لأنها أصبحت فظة للغاية. بين جد ومزاح اعترف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن الرئيس بوتين هدده بضغطة زر لا تكلف أكثر من 5 دقائق وينتهي الأمر. إذا ذكرت اسم لندن في موسكو، فإن الصورة التي يتصورها الروس الآن عن بريطانيا وعن دورها في الحرب هي الشر المطلق. ولذلك يبقى السؤال، هل تدعم بريطانيا أوكرانيا فعلاً أم بينها وبين روسيا تصفية حسابات؟